السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زول في لون الأحباب دمدوكالي طفرن شيخ بولم طيب خاوتي. اليوم جبت لكم واحد الفيديو الخاص بمريم بوعتورة، وهو الفيديو اللي وعدكم به خلال الفيديو السابق اللي أعطيت لكم نبذة قصيرة عن هذه الحياة، حياة عن هذه الشهيدة، لكن ثم ركزت كثيرا على معارك الشوية قبل 1954. لو نحكي على هذا الشهيدة يوم يومين ما نقدرش نحكي عليها قاع حياتها، يعني حاجة كبيرة جدا جدا. المهم احنا نروحوا برك المفيد باش نختصروا المفيد تاعها بصفة عامة. هذا الطفلة اللي اسمها مريم بوعتورة، وفي الثورة واسمها ياسمين، الاسم ثوري، ولدت في 17 جونفي 1938 في مدينة نقاوس ولاية بتنا. كان باباها تاجر غني جدا في مدينة نقاوس، كان كل شيء متوفر عندها باش تعيش حياة يعني هادئة مزدهرة. بصح هي فضلت خيرت باش تروح للكفاح وما تعيش معيشة هذيك تعرفها هي تاع الأغنياء، اختارت الالتحاق بالمقاومة في 18 سنة من عمرها. الأسرة تاعها كانت عايشة مسي يعني كما قلت لكم معيشة هايلة، عندهم المزارع، عندهم القطعان من الأغنام والبقار والخيول. باباها كان يستورد هذه الأمور، هذه يستوردها من هولندا باش تشوفوا. باباها واسمه عبد القادر، نعم باباها واسمه عبد القادر. عنده بزاف، عندها بزاف خوتها، ستة خوتها، وهي قرات شجعها والدها باش تقرا في الابتدائي، تكمل القرايه تاعها كيما كاع الناس تاع كيما ولادها الاخرين. خاطرش هو شاف باللي سكان المنطقه تاع نقاوس وتاع الشاويه بصفه عامه وكاع الجزائر لكل حال محرومين من الدراسه. نعم فرنسا تحول تدير التجهيل في المنطقة، خاصة بعد ما غلقت الصحافة، غلقت الجرائد بعد 45 إلى آخره، يعني واحد كارثة كبيرة جدا جدا. نروحوا الآن إلى شخصية هذه الطفلة هذه. شخصيتها يعني في الحقيقة طفلة شجاعة جدا، قرأت في الثانوية في سطيف، لكن قبل ما تروح للثانوية نقول لكم باللي هاجرت أسرتها إلى سطيف. نعم باباها عبد القادر هاجر مع الأسرة تاعه إلى سطيف، وين بدا يبدل يدير تجارة واحدة أخرى، يعني تاجر ملابس، المستوى اللي تجيب الملابس من الخارج ويبيعها عنده حوانت. بعد نجاح الأبناء في الدراسة، وهذه الطفلة ودعت المدينة تاع نقاوس، المدينة الجميلة، نعم مدينة تاعها الجميلة، خلتها وبألم كبير في الأقدار، ولكن باش تروح يعني تعيش معيشة واحدة أخرى في مكان واحد آخر. هنا قبل ما تلتحق بالثورة، نعم قبل ما تلتحق بثورة كانت هذه الطفلة تعيش في كل ما كانت تسمعه من أبيها حول الثورة، نعم وحول تاريخ المنطقة. باباها كان يحكي لها كلش عن ما سمعه عن الأولين عن يوغورتا، كان قاري، باباها كان قاري، نعم يعلم لها ويقول لها بلي راهم الناس يحربوا في فرنسا يا بنتي، لازم الاستقلال، رغم انه كان يعني مستفد كثير من الفرنسيين، لكن هي تتعلم وهي طفلة صغيرة تتعلم في هذا الظل. في سطيف بقات مريم حائرة كثر، واصبحت طفلة ما ترقدش، فبدل القبلة
باش يبوسوها الناس كانت تصحو دوما اما على وقع الرصاصي او على ذوي قنبلة. عفوا تجوز ليام مريم ما نساتش صيحات الجهاد والمقاومة التي تدوي خلف جبال الأوراس اللي كانت تسمعها في أولاد سلطان بو طالب وأولاد سلام، فضاء طاهر للشهادة، والتي نعم فيها هنا في هذه المنطقة والتي رضعت من صدر ثورته حليب العزة والمقاومة. فكان لا يغادر تفكيرها إلا شيء واحد، ظلت تتساءل تسأل نفسها وأمها باستمرار في محاولة الفهم أكثر باش تفهموش كراو صاري، من هم أولئك الذين يضربون من وراء الجبال؟ شكون هذا اللي يضربوا من وراء الجبال؟ بابها كان يحكي لها قصص، قصص ليس من نسيج الخيال، فظلت هي تسمع وتحفظ تلتقط كل ما يدور وما يحكي من بطولات سكان الأوراس منذ يغرطة مرورا بالكهنة إلى المقاومة الشعبية ومختلف الثورات التي لم تتوقف والتي كانت الأرضية الصلبة التي مهدت وساهمت إلى حد كبير فيما بعد في انفجار حرب التحرير الكبرى ليلة أول نوفمبر 1954 بقيادة صقر الأوراس الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد رحمه الله، انطلاقا من محراب الثورة والحرية الأوراس لتشع بذلك مختلف مناطق الجزائر، منها نقاوس اللي بقت تتحرك فيها يد الثورة منذ البداية. والأكيد أنها هي تكبر طفلة هذه مريم أو ياسمين تكبر مع الأيام. كانت المدللة تسمع بشغف كبير لتلك الحكايات يحكي لها بابها التي تتحدث عن رفض الاستعمار بكل إشكاله، يقولها بلي هذا الشعب رفض الاستعمار، وباللي يقولها بلي سكان الأوراس شاركوا في ثورات شعبية اللي خاضوها ضد الغزاة وبطشهم. والأكيد أيضا أنه في ذلك الحين كان يكبر بداخل طفلة مريم لهب، يعني لهب تاع النار جديد من لهيب الثورة المقدس، غذته صورة الحياة اليومية القاسية والواقع المر الذي ميز القمع والاعتقال والقتل والتشرد والتهجير. خاوتي تبعوا معايا مليح تفهموا هذه الطفلة باللي يعني قصتها أروع وأجمل قصة تسمعونها. تحسنت وضعية العائلة هذه كثيرا مليح نتيجة استقرارها بأحد الأحياء الراقية بسطيف المسمى أنذاك بالشومنو، ومكنت مهنة أبيها باش يجعلها عائلة ميسورة الحال، يعني لبس بهم شوية شوية ولت أغنى بكثير وأحسن حالا من معظم كثير من الأسر الجزائرية في ذلك المكان. بعد كانت الطفلة الشابة تقتني، كانت تشري أجمل ثياب من مشتريات والدها ليشريهم الذي امتهن أنذاك تجارة الملابس الفاخرة، وكانت تلبس أحسن الموضات أفضل بكثير من أبناء وبنات مختلف الأسر الفرنسية. نعم ربما ثقافة المحيط الذي انتقلت إليه أثر بدوره في شخصية مريم، فولى المظهر تاعها الخارجي وتسريحة شعرها يبين في صورة الفتاة المتحضرة والراقية جدا، نعم كشغل رمية، وقد زادها في ذلك وجهها المشرق وجمالها الأخاذ ورشاقتها، فكانت في ربيعها كالشمس. ازدادت المرأة جمالا وهيبة أكثر عندما أصبحت امرأة إشعاع وتنوير ونضال، امرأة مثل عليا نعم، وقيم رفيعة نبيلة، وامرأة قضية نعم، امرأة قضية وفكر، ولا سيما خاصة بعدما مكنها مستواها التعليمي الجيد بالالتحاق بثانوية باش تقرا ثانوية بثانوية أوجان ألبرتي بسطيف
ملكة واللي يسموها الآن ملكة قايد الثانوية، وإنهاء المرحلة الثانوية فيها بتفوق كبير. نعم، ومع ذلك فقد استطاعت قدرت هذه الطفلة باش تروض في نفسها غريزة الأنثى وأهواء حواء، فلم تفتح بابا للنسمات ولم تترك نفسها لهواها، يعني ما خلتش روحها تروح في الهوى تاع الدنيا، فحصنتها وقهرت، نعم وقهرت الشيطان، وقررت أن لا تترك مشاعرها النبيلة الطاهرة في مملكة الحب لسمفونيات الشباب وأساطير روميو وجولييت، تعرف ألحانا تعزف ألحانا غير لحن واحد آمنت به هو حب الوطن لا غير، رغم المحاولة المتكررة لزملائها في الدراسة باش يتقربوا منها أكثر واش يديروا علاقات عاطفية معها، وهم اللي انبهروا لجمالها وهيبتها، فكانوا يلقبونها باسم الممثلة الإيطالية ذات الأصول التونسية كلوديا كاردينال، هكذا يطلها في ليسي، التي اشتهرت في تلك الفترة من خلال فيلمها السينمائي الناجح آنذاك لو جيبار. تبعوا معي خوتي مليح القصة تاع الطفلة هذه تدهشوا. فكانت تفضل الجلوس إلى صديقتها حورية مصطفاوي، تحب تريح معها، وخلال الذهاب والإياب كثيرا ما تكون لوحدها، وفي بعض الأحيان رفقة عبد الوهاب خبابة هذا، ولا مع زميلتها كروزا ابنة أحد المعمرين هناك، فكانت مهابة شخص في شخصها، يعني تخوف، يعني عندها الوعد لطاي الحرمة محترمة جدا ولا تكلم أحدا في طريقها. ولما كان زميلها عبد الحق خبابة من ثانوية أوجان ألبرتي هذه لذكور، وجارها في الحي الذي تسكنه وهو الذي كان يصغرها سنا آنذاك، يكشف لها حين عودتهما كي يوليو من الدراسة، يقولها بلي راهم مش يخزروا فيك، عبك شوف ما يعشقوا فيك لما يخزروا فيك العيون تاع الفرنسيين، وبخاصة من طلب منه، خاصة طلبة اللي يقرأ معها، والذين كانت لا تعيرهم اهتماما إطلاقا، ما تشوش فيهم قاع هي، بالعكس كانت تحتقرهم وتقول وترجع له وتقوش تقول له بلغة فورتر لسي لي غاردي سي بوفغ جون، خليهم هاد المساكين الأغبياء يشوفوا فيا. في حين كانت تعطف باستمرار على زميلاتها الجزائريات التي كنا يدرسن معها، كانت تعاونهم كل ما تقدر تعاونهم وتديهم واش يكفيهم من اللبسة والصباط ومحلها من تجيبوا من محل تاع باباها، بلا ما تشاوروا كاع، بلا ما تشاور حتى واحد، هاتشوف عندهم حانوت كبير يجيب لها كي تعرفوا كيفاه وسمو، كما كانت تتضامن معهن وترأف لحالهن كل ما يصرى لها الواحد منهم، واحدة منهم هي غنية شغل بانك وتعرفوا كيفاه، يعني تتعاطف معهم مع زميلتها، فكان إيمانها يكبر يوما بعد يوم كلما تصفحت الجرائد الفرنسية اليومية التي كانت تشتم الجزائريين، كل ما تشري الجريدة تشوف يسبوا الجزائريين، أو عاتبها إحدى زميلتها، نعم الفرنسيات في مصاحباتها الطالبات. نعم، هنا إخواني الكرام الجزائريين، أو عاتبتها إحدى زميلاتها الفرنسيات على مصاحبتها للطالبات، يعني كان واحدة خاصة الفرنسيات ابناء المعمرين آخره، يقولوا لها كيفاش راكي تمشي انت مع هذو، زعما يلوموها يعتبوها للطالبات المسلمات بداعي أنها أحسن منهم، يقولوا انتم انت خير منهم تمشي مع هذو، فكان شعورها يزداد كرها وبغضا وحقدا على كل ما هو فرنسي. ولأن حب الوطن من الإيمان بقات ظلت بنت الأوراس تقتفي براءة العذراء أثار الثورة بدل الثروة، خير تحوس على الطريق الثروة الثورة خير من الثروة،
يعني الثورة ولا ثروة، تبع الثورة القرى والحرة ولا دراهم. فكانت لوطنها الثائر صديقة بصدق، وظلت تعبد بعد ذلك أرضا اسمها الجزائر في ثورة هادئة هدوء الثائر. نعم، كل هذا التعبير يدل على أنها توجد روحها باش تكمل تروح الثورة. ورغم إلحاح أمها بالزواج لما كثر عليها الخطاب، إلا أنها فضلت غلق الباب وعد مناقشة هذا الموضوع بتاتا، ما تهضري ليش على الزواج، لأن الذي كان يراودها كان أكبر وأعظم، فكانت ترد عليها وهي تراها تبتسم لظنها أنها غير جادة فيما تقول. بصدق ووعي الفتاة واش تقولها؟ أنا لن أتزوج، سألتحق بالثورة وأدافع عن وطني. عن عام سيدي، هذا هو، هذه هي مريم. ومن دون شك تكون البطلة في هذه مرحلة الحاسمة من عمرها، قد عرفت الكثير من الحقائق، خلاص عرفت ما عندنا ما نخبيه عليها، وتعلقت ببعض الأفكار التحررية. من بعد التحقت بالثورة، نعم التحقت بالثورة بصفوف جبهة التحرير الوطني في 1956. وقبل رحيلها قالت لأمها: لن أتزوج، سألتحق بالجبال وسأدافع عن وطني. هكذا أعلنت لأمها الالتحاق بثورة التحرير. تم قبولها مع أخريات من أمثال زيزا مسيكا، عائشة جنيفي، عائشة جنيفي وياسمين شراد، في قبلهم في الهياكل الصحية بالولاية الثانية الشمال قسنطيني، وخدمت 4 سنين كمساعدة اجتماعية مرشدة، ومن بعد خدمت ممرضة بعيادة كينغ مايو، أين عملت في سطيف خاصة مع الدكتور لامين خان، قبل أن تلتحق وفقا لطلبها بفدائي قسنطي، يعني المجاهدين تاع قسنطينة. نروح الآن بعض نشاطها الثوري هكذا. ابتداء من سنة 1960 أخذت الشهيدة البطلة مريم بعتورة على عاتقها تنفيذ العديد من العمليات الفدائية والتفجير التي كشفت عندها روح التضحية التي لا تدع أي مجال للشك، ومميزات مكافحة جريئة، مكافحة جريئة. نشطت خاصة في جماعة رواق وجماعة بورغود، وتشهد المجاهدة خضرة بالحامي مقيدش أن مريم بوعتولة لم تكن تخفي رغبتها في المشاركة مباشرة في النشاط. آخر عملية قامت بها إلى جانب رفيقها سليمان داودي المدعو بوعلام حملاوي للتخلص من خائن رفقة فدائيين اثنين باءت بالفشل، تم التبليغ عنهما. واكتشفت مع داودي في منزل بقسنطينة، حاصرها الجيش الفرنسي وتم تفجير المبنى بالديناميت. تفاصيل هذه القضية تذكر بتفجير مظليي المرعب الجنرال بيجارة في 8 أكتوبر 1957 للمخبأ الذي التجأ إليه كل من حاسبة بن بوعلي، علي لابوينت والصغير عمار خلال معركة الجزائر. يا أخوان، استشهاد الشهيدة البطلة مريم بوعتورة. قبل هذا نقدر نقول لكم باللي تكفلت، نعم، مريم بوعتورة بحرق كل وثائق الممتلكات. استشهادها يبقى لغزا للمؤرخين الذين يتتبعوا ملحمتها الثورية المبهرة، كما لإخوتها في الكفاح الذين أدلوا بشهاداتهم حول هذه الحلقة من كفاحها. فاطمة الزهراء بوجيريو تشير إلى أنها نقلت إلى مستشفى قسنطينة وهي على قيد الحياة، ولكن أحد ما قد يكون أنهاها بحقنة. وقبل أن تموت صرحت: تحيا الجزائر حرة مستقلة، يسقط الاستعمار،
آخرون يؤكدون على أنها مزقت بقذيفة دبابة في عين المكان يوم 8 جوان 1958. رفيق الكفاح بشير بورغود يؤكد كانت حوالي 5 صباحا عندما جاء بالحملاوي ليوقظني ويحذرني من الجيش الذي أحاط بنا. ذهبت لإيقاظ مريم، كان لا يزال ليلا، عبر نوافذها لاحظنا انتشارا للعساكر. طلبت من حملاوي الذي كانت له معرفة جيدة بالأماكن إذا كان يوجد منفذ للخروج، فأجابني لا، لم يبقى حينها أمامنا غير المقاومة. الهجوم كان رهيبا. مريم وفدائيين آخر، محمد كشود، كانت لديها متفجرات ومسدسات أوتوماتيكية وبنادق عند حملاوي وبرغود، وباءت محاولتين لنا للخروج بالفشل. كفلت الشهيدة مريم بوعتورة بحرق كل الوثائق والممتلكات الشخصية للجماعة. العساكر رموا 3 قنابل مسيلة للدموع. يروي بشير برغود، مريم أعطتنا قطع قماش مبللة لحمايتها، ثم أرسلوا قذائف، أول من لمسته الشظايا كانت مريم. عندما سمعت صرختها اتجهت نحوها، كانت ساقها مقطعة وفقدت الكثير من الدم. حملاوي كان متأثرا في صدره. أنا تلقيت شظايا في الرأس قبل أن أفقد الوعي. عند الاستفاقة كفقنا، كنا بحي مزيان. سمعت حملاوي كان لا يزال حيا يقول: مريم كانت ممددة، كانت ميتة. لا، ليس بعد. فاطمة الزهراء تؤكد بالرغم من حالتها الخطيرة، المعتقلين الموجودين في حي مزيان سمعوها تصرخ: تحيا الجزائر حرة مستقلة، يسقط الاستعمار. مستشفى الأمومة والطفولة ببتنا، ثانوية بالجزائر العاصمة، قديمة ثانوية فيليكس غوتي، معهد بقسنطينة ومتوسطة بن قاوس، كلها تحمل اسم مريم بوعتورة. ينبغي وبشكل خاص نشر كتاب تعيد كتابة كل هذه الشهادات الثمينة عن حياتها كمجاهدة والتفكير، ولما لا في إنجاز فيلم حول تاريخها. مريم بوعتورة تاريخ معمر بالنضال. لوك علاش قلتكم لوك نكملوا نهضروا عليها، ما يطول فيديو اكثر من الوقت هذا. راحت ديال مد تشاء الاقدار ان تصمم الطلائع ثوره مواصلة الكفاح المسلح. يعني ياسمين في 16 كانت حينها كزهرة عباد الشمس تتبع أحداث الثورة بكل تفاصيلها. يعني نعود يحكي على مريم بطريقة مصادر كثيرة. على كل حال رحم الله الشهيدة، يعني هي عاملت، نعم هكذا التحقت بعد إضراب، يعني هي بعد إضراب 56 بعد ما أعلنوا هي التحقت بالمجاهدين، خرجت باسمه. إخواني الكرام، لو إذا أردتم أن نزيد نعم بتفاصيل أخرى حول حياتها، أطلبوا منا ذلك في فيديو آخر. وثاني مرسل من الحباب، خطش أمور دقيقة جدا جدا حول حياتها في الجبال وهنا إلى آخره، يعني كثير. ثاني مرسل الحباب أرثوفاث، وشكرا على المتابعة إخواني الكرام.